أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. تتقدم إدارة مؤسسة معدن الرحمة الخيرية فرع البصرة بالشكر والعرفان لكل من ساهم معنا في إقامة مشروع السلات الغذائية الرمضانية في منطقة الحيانية حي الحسين محافظة البصرة. ما لفت انتباهنا في هذه الحملة كثرة العوائل المحتاجة والفقيرة، وخصوصا في هذه الأيام أيام انتشار هذا الوباء. لذا نهيب بجميع الأخوة والأصدقاء وأياد الخير في هذه المحافظة بالمشاركة والمساهمة ولو بالقليل في هذا المشروع المبارك. جزاكم الله خير جزاء المحسنين.